السلام عليكم المتتبعين، كي دايرين داخل المغرب وخارج المغرب؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، يلقاكم في احسن الظروف. اليوم ان شاء الله انا جيت ندير فيديو نيشان مباشره، لان اللي درت واحد اللايف كيحسبني انا راه كيتقرا، ولكن راه تحبس ليا من الدقيقه الاولى. بغيت نشرح فيه شي حاجه ونوضح فيها شي امور ان شاء الله، وهانتوما معايا وتبعوا الفيديو حتى الاخر، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يتابونا ويخلي لي شي تعليق زوين. ومهم حط على حساب رايي، على حساب رايه وعلى حساب سميتو، يحط لي تعليق ويدير شي لايك. الله يجازيكم بخير. المهم كنتمنى ان شاء الله غادي يعجبكم هذا الفيديو، هذا غادي نوضح فيه شي حاجه، شي حقيقه ديال سيدي عدي كما قريتو في العنوان. ايوا لا المهم سيدي سافرت نهار الجمعه، المهم وجدت راسي الخميس ما عولتش، ما كنتش عوالة على السفر. المهم حتى المهم تفاهمت معاهم والدار وسافرت. ايوا المهم هذا لا ديت بنتي وجمعت داكشي اللي بغيت ندي، مشيت المهم شديت التران هبطت في مكناس، مشيت مع الخمسة د الصباح هبطت في مكناس مع العشرة ونص ديال الصباح، لقيت الشتا والبرد، يعني الجو اللي خليت هنا ماشي هو اللي كاين تمايا، اش غنقول لكم البرد والشتا. المهم فزكت وفزقوا لي حوايجي، فزقوا حوايج بنتي. المهم خديت الطاكسي من مكناس، طاكسي صغير الطاكسي كبير اللي كيدي المحطه ديال المحطه ديال الكيران، باش ناخذ الكار اللي غادي يديني الازرو. ايوا المهم خديت طاكسي، داتني الطاكسي كبير. المهم من طاكسي لطاكسي مشيت، داتني طاكسي كبير ثاني الكار، خديت الكار مشيت كما قلت لكم الازرو، ولقينا ثاني ازرو البرد والموت ديال البرد والشتاء خيط من السماء. سبحان الله العظيم هذاك النهار مشينا دينا معنا خيرنا ديال الشتاء. ايوا المهم هبطنا ثاني في ازرو، خدينا ثاني طاكسي، يعني انا والبنيه عندي صغيره. ايوا المهم الباجاج ديال الدايا، خديت طاكسي وصلت خديت ثاني طاكسي صغير، داني الطاكسي كبير اللي كيدي لسيدي عدي. المهم انتما طاكسي كيلحق الطاكسي، وصلت لسيدي عدي وللاسف الناس اللي مشيت عندهم ما لقيتهمش، هذا هو المشكل. كنت غادا عند محبوبه تي في لقيتهم مسافرين، انا مشيت من هنا من مراكش لسيدي عدي ومحبوبه جات لمراكش، جاوا على حساب العرس ديال المهم الحسن دار العرس الله يسخر ليه هو وحفصه، وجاو شهر على حساب شهر العسل. ايوا كنتمنى نتلاقى بهم ان شاء الله هنايا، كنتمنى نتلاقى بهم ونشوف محلمه ان شاء الله. المهم وكما قلت لكم يعاونوني شي شويه في القناه ديالي، وداك الشيء راه كاين الناس اللي كيعرفوا بانني راه 3 سنين دابا، راني طالعه في 4 سنين باش درت هذه القناه هذه، داك الشيء باش مشيت عندهم. وكنت عوالة نمشي في العرس ولكن ما كتبش انني نمشي عندهم العرس، وصل اصلا دوك الناس كيعجبوني بلا قناه بلا حتى شي حاجه كيعجبوني، ومشيت عندهم الصراحه مشيت على حساب يعاونوني، ماشي مشيت غير هكاك، لان راه كاينه المسافه ديال الطريق. المهم باللي المهم مشيت قلبت ملي ما لقيتهمش، مشيت قلبت على الدار ديال زقزوق على اختي عياده، من هنا نشوفها على حساب المشكل ديالها. المهم هكا عجبتني في الفيديوهات اللي كنشوفو هي وراجلها وداكشي، مشيت سولت في دارها صراحه دغيا لقيت دارها، لان كما كتعرفوا راه سيدي عدي غير صغير، دغيا لقيت دارها قريبه للمحبوبه تي في لقيت دارها. المهم رحبات بيا الصراحه، رحبات بي واحد الترحيب زعما ما ديما نقول، شعلت لينا داك الشوفاج تا سخنا والحويجات سخنوا، حطت لينا الماكله زعما راه مرحبا مرحبا، يعني بغينا كاع نمشيو، قالت لنا لا حلف راجلها قال لك والله لا مشيتو جيتو عندي مرحبا بكم. ايوا المهم داروا لنا كاسكروت، داروا العشاء الغد صافي بتنا حتى الصباح. المهم تهلات فينا الغطاء وكلشي، راكم شفتوا راه درنا معاهم واحد اللايف. ايوا المهم بالليل شفت واحد الفيديو ديال اختي مالكة، تفرجت فيه لقيتها بانها كاينه في ام نسيمه. المهم تفرجت في الفيديو ديال مالكة ام نسيمه، لقيتها دايره الفيديو وكاينه في الناظور، يعني دايره الفيديو دايره مع ابتسام، مع ابتسام وابتسام محافظ، يعني دايره داك الفيديو بان راه كيقولوا بان كاينه شي حفله ديال، كان كيحسب لينا على حسب طوندوس، يقول الحفله دايره عيد الميلاد. المهم بحال
كلام اللي انا جيت تعذبت وما قضيتش الغرض غادي نمشي للنادور على الله وعسى الله يسهل ليا، والمهم نقضي ما قضيتش الغرض هنا نقضي تما ونشوف الناس ونتعرف على الناس ويتعرفوا عليا، لان بنادم غادي يشوفك اول مره راه كيقول هذه منين جايه وشكون. المهم المهم راه الله يحسن العوال اليوم، المهم هادشي المهم ماشي مشكل. مشيت وصراحه حتى دوك الناس الله عمرها دار، الله يعمرها دار الحفيظ وابتسام، صراحة واحد استقبال زوين ورحبوا بيا وبت عندهم. انا دازت الحفلة وداوني معاهم للدار وتلاقيت صراحة مع نسيمة، مع ملكة ام نسيمة اللي كنشكرها من هنايا اللي هي سببي تمشيت للناظور، وتلاقيت ثاني مع اسماء المكناسية اللي كنشكرها من هنايا الصراحة. ديك السيدة راه عظيمة هي والزوج ديالها الصراحة، واحد السيده اللي من غير ما شفت العينين غير ما شفت عينين كتبان لك بان الله عمرها دار وحق الله. الا المهم راني عاودت هذا الفيديو هذا راه غادي تدخلوا، راه درت واحد اللايف ولكن ما توقف ليا من هذا من سميتو الاول، توقف من الدقيقه الاولى توقف، انا كيحسبني راه خدام. ايوا المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله. المهم الناس كاع اللي تلاقيت بهم صراحه والله الا وحسن نسيت حسن صراحه، واحد الراجل اش غادي نقول لكم الله يعمر ليه الدار، وحسن ولد امي حليمه الصراحه الله عمرها دار، لا هو ولا اختي رشيده الصراحه دوك الناس والله الا الله عمرها دار. يعني اكيد دعموني كيما دعمونيش الله عمرها دار، يعني الهضره والتعامل وكلشي يعني كي تعاونوا معايا كيما تعاونوش، ماشي بالضروره انهم غادي نفرض عليهم شي حاجه بزز، ولكن المهم كيبقى كلشي تعامل، تعاملوا معايا مزيان. ورا اختي رشيده لا يعني غير الهضره ديال خويا حسن راه صراحه راه لا عمر هذا، اش نقول لكم لا عمر هذا. يعني الناس قال لي تلاقيت بهم والله الا كنشكرهم من هنايا، لا ابتسام وحفيظ نقول لهم الله يخلف عليكم والله ان شاء الله الا جيتوا هنا لمراكش مرحبا بكم، مرحبا لا حسن ولا مرتو رشيده ولا ابتسام وحافظ ولا زقزق ومرتو عايده عياده ولا اختي اسمر ورجلها الصراحه. الناس لا عمرها هذا اللي عرفتهم يعني هكا عرفتهم عن قرب، ماشي بحال هكا في الفيديوهات وداك الشيء، ولكن عن قرب راه شي حاجه يعني احسن من التليفون. وبنا لي بنادم كتعرفي على حقيقته كتعرفي الصراحه دوك الناس اللي عمرها دار، وام نسيمه حتى هي صراحه اللي كنت كنعرفها واخا بنت بلادي وداكشي، ولكن كنت كنعرفها غير من هذا غير في التليفون وفي الفيديوهات. ايوا هادشي اللي كاين وهادي هي الحقيقه اللي بغيت نعاود لكم اللي دازت في سميتو، راه ما طلع عمرها دار والله. وهادشي اللي كاين وهادشي اللي عطى الله. والمهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتابوناو اللي ما مابونيش اول مره كيشوف القناه ديالي يتابونا عندي ويخلي لي شي تعليق زوين. المهم يخلي التعليق على حساب يا زوين يا خايب، المهم على حساب داك الشيء واش عجبو ولا ما عجبوش اللي شاف الفيديو، ويخلي لي لايك والله يجازيكم بخير، وبسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.